شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكن على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكن تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكن تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل المكسرات وحتى الجزر. بتقطعه على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكن تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. شو أورجانايزر هالشبه الخزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقصمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. يسا مناسب كتير 55 × 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضهم ب $26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. من زمان طناجر الضغط بيسهلون لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهيدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هالست مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، وفينا نبدله مثل ما شايفين. مصنوعين من ستانلس ستيل 18/10 ومسكة باكليت، يعني ما بيحموا أبداً. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هلأ هدية هالعصارة على الكهرباء. وما بقى نعصر بإيدنا ونتعذب. تصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان مع هيدا الهدية فري ديليفري. قدام نعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب إكسبرس انحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالا شيء بدنا إياه بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب $24 بس. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة، إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال باشر، بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55.
لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55. قد منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو، مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربيلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بس سلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.